اهلا بكم من جديد مشاهدينا نبقى حسام مع الاجواء الثقافيه من فلسطين الى العراق حيث تعمل دار صوبات للثقافه على احتضان الطاقات الادبيه للشابات العراقيات وتسهل نشر اعمالهن من الفن والادب. وتعنى هذه الدار بالطبقه المثقفه لسيدات البصره وشاعراتها كما توفر لهن دعما معنويا في ظل القيود الاجتماعيه. امل تكتب الشعر وهي واحدة من نساء عديدات في البصرة لديهن طاقات أدبية واعدة، لكنها مثل غيرها تقيدها الأحكام والتقاليد والأعراف السائدة في مجتمعها، وجدت فرصتها في دار سوباط الثقافية، هي دار أدبية تعنى بنتاجات النسوة الثقافية والأدبية في البصرة. المرأة الحرة هي تخلي قوانين معينة حدود معينة لكتاباتها أنا بالنسبة لي ما واجهت هذا الشيء لكن عن طريق مثلا تجارب الشاعرات الأخريات ممكن أنا أسمع أنه المجتمع البيئة يفرض عليها كثير قيود يخليها أما مثلا تكتب باسم مستعار أما تغير الموضوع اللي هي تريد تكتب به وإن كانت بعض الأديبات يستطيعن الخوض في مجالات الأدب كتابة وشعرا الا ان عديدات منهن لا تتوفر الفرص امامهن في الاتحادات والتجمعات الثقافيه بسبب هيمنه الرجال على المشهد الثقافي كما تقول بعض الاديبات. الهيمنه الذكوريه على المكانات الادبيه اللي موجوده بالبصره، هذا كان له تاثير كبير يعني احنا هسه حتى نشوف مثلا اتحاد الادباء اللي فازوا بانتخابات الاتحاد كلهم ذكور مع مع انه كانت اكو مرشحات نساء. توفر دار صوبات الثقافية فرصة لعرض نتاجات النسوة وتقديم الدعم من خلال التنسيق مع دور النشر للنتاجات الأدبية التي تطرحها الأديبات من نسوة المدينة فضلا عن تقديم الورش والحلقات الشعرية والأدبية الدار تعنى بالشعراء وعلى وجه الخصوص الشاعرات او القاصات ونتاج المراه وتقديم لنتاجات ادبيه كان عندنا استضافه لمجموعه مثلا عيون انانه على هامش المربد كثير من النتاجات الادبيه العالميه والمحليه كانت المراه هي من قام بتاليفها يزخر العراق بشخصيات نسويه تركت بصمه في الادب والشعر كالشاعره نازك الملائكه. ظلت البصره احدى حواضر العلم والادب والثقافه واليوم تسعى اديبات المدينه وشاعراتها الى ترك بصمه لهن في مشهدها الادبي والثقافي رغم القيود الاجتماعيه المفروضه على المراه. مازن الطيار العربي البصره. يبدو هنادي بان القيود المجتمعيه تفرض قوتها على الابداعات الادبيه للمراه وهو ما يبدو ان هذا الدار دار صباط الثقافيه تحاول تجاوزه يقومون بدعم المراه العراقيه عندما تتحدث حسام عن العراق نحن نتحدث عن تراكم للحضارات وتراكم لادب وثقافه صدر وعلم للعالم وكان للمراه حصه كبيره من هذا التطور ومن هذا الادب والثقافه، على كل يسرنا ان نستضيف من البصره سهاد عبد الرزاق واللي هي مديره دار صبات الثقافيه، سيده عبد الرزاق صباح الخير اهلا بك معنا في صباح جديد اذا انتم تقومون بدعم بصبات الثقافي تقومون بدعم المراه العراقيه ثقافيا وادبيا, وأدبيا ما هي المعوقات التي تعترض المراه العراقيه عموما وخصوصا الشابه العراقيه المثقفه والتي تريد يعني ان تعمل في الادب وفي الثقافه والفنون، ما هي ابرز المعوقات التي تقف في طريقها؟ بدءا صباح الخير والورد والجمال، صباح بجمال وطننا العربي وعلى وجه الخصوص بجمال العراق اللي هو قلب الوطن العربي. شكرا جزيلا لهذه الاستضافه وشكرا لهذا التقرير المميز عن دار صوباط الثقافيه. حقيقه القيود هي قيود كثيره ليست فقط في العراق وانما في عموم الوطن العربي. هذه القيود الاجتماعيه التي تقيد المراه في الوطن العربي وتمنعها من ان تكون سواسيه مع اخيها الرجل. حاولنا في دار صوبات الثقافية أن نتجاوز هذه القيود من خلال إنشاءنا بدءا لهذه الدار وقبلها لنادي القراءة في البصرة وكون اللي يديرون هذه الدار هم نساء يعني أنا وأختي ومجموعة من النساء أنشأنا هذه الدار حاولنا أن نوفر بيئة سليمة آمنة لهذه المرأة للحضور بحيث تكون بعيدة عن القيود الاجتماعية، مثلا انا لما اليوم اريد اخلي بنتي تروح لمكان لابد ان يكون هذا المكان تتوفر به شروط معينة حتى أأمن في ظل هذا الانفلات الأمني في الوطن العربي. حقيقة انا حاولت من خلال الدار وزميلاتي في هذه الدار ان نوفر هذا المكان واسميناها دار صوبات حتى تكون هذه دار استراحة من كل هموم الحياة. نعم، سيدة سهاد تحدثنا عن ربما القيود الاجتماعيه التي لا تزال تطبق على الابداع، الابداع النسوي في الادب وغيره. فما هي ابرز هذه القيود الاجتماعيه؟ اول شيء هي القيود الشخصيه قبل ان تكون قيود مجتمع. دائما النساء حجموا نفسهم في مكان معين. واتخذوا مكان لهم بعيد عن المجتمع. وهذا خاطئ. أنا جزء من هذا المجتمع. ولربما أنا الجزء الأهم والأكبر في هذا المجتمع. وبالتالي لازم أول بالبداية أعرف قيمة نفسي. وما هي الرسالة لهذه المرأة داخل المجتمع. كيف أنا أطلق العنان لنفسي من خلال مواهبي وما يوجد في داخل نفسي. بعدها تتبعها القيود الاجتماعية يعني مثلا إحنا في البصرة أو في الجنوب عموما في كل بلدان الوطن العربي هناك بعض القيود الاجتماعية اللي تمنع المرأة من الخروج ومزاولة الكثير من الأمور مثلا الفن نلاحظ انه قليل من النساء يمتهن الفن او تكون الفن كهوايه يكون الفن كهوايه لهم نعم. سواء كان على صعيد العزف او على صعيد الغناء وكذلك بالنسبه للشعر والادب ايضا يحددها المجتمع بكثير من القيود من خلال نصوصها التي تقدم وكيفيه وماهيه التقديم هم. طيب سيده سهاد ما مدى تجاوب الشابه العراقيه في البصره مع هذا المشروع وما مدى حماسهن على ذلك؟ وأيضا يعني حدثينا عن المواهب الموجودة في البصرة في الشابات العراقيات. حقيقة المواهب كثيرة وأنت تعرفين أن البصرة هي ولادة للمواهب وعلى وجه الخصوص الأدب. إحنا في دار صعوبات الثقافية في سنة من السنوات أطلقنا مسابقة للمواهب وكان أغلب المشاركات يعني هم شاركوا من النساء والرجال ومن أعمار مختلفة لكن الأغلبية كانت مشاركة النساء وحتى إنهم حازوا على كثير من المراكز المتقدمة في هذه المسابقة في دار صوبات الثقافيه تجدين انه الامور مختلفه تماما، فالاديب العراقي لا يحضر عائلته الى كثير من النشاطات الادبيه، لكن تجدينها متواجده هذه العائله في دار صوبات الثقافيه، كثير من رواد الدار على مستوى الصالون الادبي نعم. الموجود في داخل الدار، او على مستوى السفرات التراثيه نعم. او على مستوى ايضا المكتبه اللي موجوده، هم رواد من النساء. وبالتالي هناك حركة صحيح. كبيرة داخل دار صوبات للنساء. حتى أن نحن في بداية إنشاء الدار خصصنا يوم خاص فقط للنساء. تزاول فيه النساء نشاطاتهم بعيدا عن الرجال وحريتهم. سيدة سهاد من بين النشاطات التي تقدمون على تقديمها في دار صوبات. هو تقديم الورش. ومن هنا يأتي أو تأتي أهمية التكوين. هل تقدمون تكوينا للفتيات العراقيات في مجالات متنوعة من الأدب نعم. نحن نعيد ورش ليست فقط في مجال الأدب وإنما في مجال التنمية البشرية وأيضًا ورش في مجال اللغة والموسيقى وغيرها هذه الورش هي من شأنها أن تعد المرأة العراقية لمعرفة مكانها في المجتمع وبالتالي يعني أن تأخذ مكانها الحقيقي في هذا المجتمع وتأخذ دورها لحقيقة سبحانه وتعالى نعم. الله سبحانه وتعالى خصص هذا الدور سيدة وهي تحمل أمومة شرفية لابد من معرفة وجهة نظر الرجل شو. في لا. البصرة من هذه النشاطات النسوية هل تلقون الدعم من الأب الزوج الأخ أم العكس؟ نعم هذا ما يميز دار صوبات الثقافية نحن نلقى الدعم من الرجال للنشاطات النسوية. وبالتالي تجدين بمجرد أن نعلن عن نشاط نسوي في دار صوبات. على وجه الخصوص الكثير من الرجال يحضرون عوائلهم لهذه النشاطات. وهذا الشيء جميل جدا. أيضا عندنا المكتبة كانت فعالة جدا. والآباء دائما والزوج والأخ يحضر ابنته أو أخته أو قريبة من النساء لحضور هذه هذه النشاطات سواء كانت معارض او موالع او غيرها من الامور جميل مدير الدار الثباط الثقافيه بالبصره السيده سهاد عبد الرزاق شكرا جزيلا لك